الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والتهاني بدورنا ننقلها إلى المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، أينما كنتم هكذا ننطلق. متابعينا الكرام أينما كنتم مع ثاني الأشواط، وهنا الشوط الثاني الذي يحمل لنا جديد الملاكي وجديد المضمرين، وهذه هي ثاني الانطلاقات، وهناك نيسان بترول ستيشن في انتظار الفائز بالمركز الأول إلى جانب الجوائز النقدية التي تتسلسل من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. إذا في هذه اللحظات متابعينا الكرام يسرني أن أنقل الكلمة والميكروفون لزميل حمد بن محمد الزعبي ليكون حاضرا ومتواجدا معكم بصوته في متابعة هذه الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا الكرام أرحب بحضراتكم، أنا بدوري وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة في هذا اليوم الذي يجمعنا بكم وبتحديات الثنايا وسن الثنايا لأشواطنا المفتوحة لفترتنا الصباحية في هذا السن الأكبر أيها الإخوة، بينما نحن نتواصل مع حضراتكم. وقبل أن نتواصل مع حضراتكم نرحب بسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، نرحب به في أرضية ميدان الشحانية وفي بلده الثاني الذي يتابع سموه الكريم هذه الانطلاقات وهذه التحديات والمنافسات. على كل حال مشاهدينا الكرام، شوط من ضمن أشواطنا المفتوحة وهو الشوط الثاني المخصص للثنايا القعدان. المسافة المقررة لهذا السن هي 8 كيلومتر، هي ما تجمعنا بكم وما تجمعنا بهذه منافسات هذه الفترة الصباحية. نفتتح إذاعة هذا الشوط بهمان هيمان، هو من يحتل المركز الأول، هيمان هو من يقود المسار، تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان. جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير، ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. اللي يحتل المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن سعيد بن منان السويدي في عملية التضمير. المركز الثالث، صاحب المركز الثالث هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في عملية التضمير. المركز الرابع، اللي يحتل المركز الرابع مشاهدين الكرام يصن عنيد، تعود ملكيته للسيد محمد بن علي. عنيد يحتل المركز الرابع للسيد محمد بن علي بن قصن العامري، هو من يحتل المركز الرابع، بينما النقلة على المركز الخامس. اللي يحتل المركز الخامس مكرم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي مع محمد بن غفان اليابري. إذا مشاهدينا الكرام، ندانا محصور ما بين خمسة النجوم وما بين الخمسة المراكز الأولى المتقدمة. نعود مباشرة إلى مجريات هذا الشوط ومع الصدارة ومع من يقود الصدارة. إذا هيمان هو من يحتل المركز الأول، هيمان هو من يقود المسار، الملكية تعود لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، عملية تضميره عن جمعة بن عتيق الرميثي. هناك جنبا إلى جنب لهيمان، هناك شاهين مشاهدين الكرام لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد، مع سالم بن سعيد بن منان السويدي، بينما حصل تغيير مشاهدينا الكرام، التغيير من قبل هملول لسمو الشيخ حمدان
بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضبير. المركز الثاني اللي غير في هذه اللحظات واحتل المركز الثاني يصن عنيد للسيد محمد بن علي بن غصن العامري، هو من يحتل المركز الثاني 5 كيلومتر يا بن غصن. وننتقل مباشرة إلى المركز الثالث اللي يصن فيه الرمادي، يحتل المركز بينما حصل تغيير كذلك من قبل شاهين المملوك لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن سعيد بن منانة هو من يقود في عملية التضمير. ننتقل إلى المركز الرابع اللي يحتل المركز الرابع مشاهدين الكرام، هيمانية تراجع رابعا، تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن حمدان الهيام. جمعة بن عتيق الرميثي في التضمير. المركز الخامس يصن مكرم في المركز الخامس، يريد التكريم بمادة الزعفران، ويريد التكريم بالسيارة، ويريد التكريم بالناموس. مكرم يحتل المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي مع محمد بن غفان الجابري. إذا مشاهدين الكرام نعود إلى هذه المنافسات وإلى هذه التحديات من مسافة 8 كيلومتر، المسافة شبه الماراثونية مشاهدين الكرام، المسافة التي ليس بالبسيطة والتكتيك مطلوب، التكتيف مطلوب من المضمرين. بينما نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى هملول مشاهدين الكرام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. وبن منانة غادم، ابن منانة غادم مشاهدين الكرام في ثاني المراكز شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن سعيد بن منانة اللي شاهدنا مشاهدين الكرام في الشوط الأول الرئيسي في سن الثنايا، وكان تضمير راقي وكذلك متابعة راقية لهذا الشعار، شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث يصن عنيد للسيد محمد بن علي بن غصنة العامري، هو من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع هيمان يحتل المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن حمدان النهيان. جمعة بن عتيق الرميثي في التضمير. المركز الخامس مكرم يحتل المركز الخامس، تعود ملكيته لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، هو من يحتل المركز الخامس. عملية تضميره عند السيد محمد بن غفان اليابري. إذا مشاهدينا الأفاضل نعود إلى هذه الرباعية الجميلة وإلى شعارات أصحاب السمو الشيوخ، هنا تتحدى في ميدان التحدي وتتنافس على مقدمة هذا الشوط وعلى الناموس. يا سلام يا سلام. إذا المقدمة مشاهدينا الكرام مع هملول هو من يحتل المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير. هنا شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، أراه يتسلل، أراه يقترب مشاهدين الأفاضل مع عملية التضمير. سالم بن سعيد بن منانة السويدي هنا مشاهدين الأفاضل، وشاهين يتسلل، شاهين يقترب من الناموس، وكذلك هيمان يأتي ثالثا، تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان. جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير، فطاحلة في التضمير، فطاحلة في عملية التضمير مشاهدين الكرام. يتواجدون هنا في الشوط الأول المخصص للثنايا لأشواطنا المفتوحة. يا سلام. إذا التحدي لا زال جاريا مشاهدين الكرام، والمنافسة لا زالت بين الأشقاء الكرام. هنا في مقدمة هذا الشوط المقدمة ينتزعها هيمان مشاهدين الكرام،
هيمان هو من يقود المسار لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي، ومن يقود هيمان في عملية التضمير. الرميثي هيمان للناموس، هيمان لانتزاع ناموس هذا الشوط، ولكن وين بتروح يا رميثي؟ من بمنانة، بمنانة غادم، وكذلك بالرشيد غادم، وأيضا يا سلام يا سلام، هنا عنيد كذلك رابعا يحتل المركز الرابع، ولكن خلونا نكمل ندانا بالتسلسل وكذلك بالترتيب. إذا هيمان يقود المسار لسمو الشيخ زايد بن حمدان النهيان جمعة بن عتيق الرميثي في التضمير. ثانيا مشاهدين الأفاضل شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منان السويدي. المركز الثالث يصلنا عنيد للسيد محمد بن علي بن غصنة العامري. والمركز الرابع يتراجع رابعا هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هنا في عملية التضمير. إذا مشاهدين الكرام كما نشاهد على شاشة التلفزيون، ها هي استعراض الثلاثة المراكز الأولى التي ظفرت بناموس هذا الشوط، وهي مع قيادة عنايد الذي عاندت عندما انتزعت المركز الأول من مسافة الثمانية كيلومتر، وكذلك للشوط الأول لفترتنا الصباحية. إذا مشاهدين الكرام نعود إلى مجريات شوطنا وإلى مقدمة هذا الشوط. المركز الرابع اللي يصلنا في المركز الرابع الرمادي، أول نداء للرمادي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان في التضمير. المركز الخامس يصلنا خامسا هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير. يا سلام. إذا مشاهدين الكرام أرى القدوم وأرى التقدم من شعارات قادمة واصلة لا محالة، ولكن القيادة مع هيمان. هيمان مشاهدين الكرام، هيمان ما طاع يسلم المقدمة. مشاهدين الأفاضل هيمان يحتل المركز الأول، هيمان يحتل مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي. يسلم، روح يا الرميثي، روح روح يا رميثي روح، السيارة تنتظر والناموس ينتظر. يا سلام، ولكن بمنانة وشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة السويدي قادم ويريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط الأول المخصص للثنايا القعدان. يا سلام، كما انتزعه شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم في الشوط الأول الرئيسي المخصص للثنايا البكار. يا سلام. إذا مشاهدين الكرام هيمان وكذلك مشاهدين الأفاضل هيمان وشاهين، شاهين وهيمان، شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وكذلك يا سلام يا سلام. إذا مشاهدين الكرام للمرة الثانية لهذا اليوم ولفترتنا الصباحية لشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يا سلام يا بن منانة، يا سلام يا المتحدي، لك بالفعل أن تتحدى. من يتحدى في ميدان التحدي هو المتحدي. مشاهدينا الكرام تهانينا نزفها من أعماقنا إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، كما نزفها إلى المتحدي سالم بن سعيد بن منان السويدي. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هيمان، سمو الشيخ زايد بن محمد زايد بن حمدان آل نهيان. المركز الثالث مشاهدينا الكرام يصلنا فيه الرمادي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الرابع للسيد محمد بن علي بالغصنة العامري. المركز الخامس هملول يصلنا في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا لكل الإخوة الفائزين، بالأخص النزف لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. التهاني والسلام الثاني على التوالي
في هذه الفترة الصباحية ولافتتاح سن الثنايا، وابن منانة يتحدى من يتحدى. إذا مشاهدينا الكرام، ها هو شاهين يهدي ثاني ناموس هذه الفترة الصباحية إلى مالك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. 13 دقيقة 57 ثانية، 18 جزءا من الثانية هو توقيته الزمني من مسافة 8 كيلومتر. التهنئة نزفها كذلك لمضمر شاهين سالم بن سعيد بن منانة السويدي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني يصلنا في هيمان مشاهدين الكرام، قاطع المسافة في زمن مقداره 13 دقيقة 58 ثانية، 22 جزء من الثانية. التهنئة نوصلها كذلك لمالك هيمان سمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان ولجمعة بن عتيق الرميدي. المركز الثالث يصلنا ثالثا الرمادي 14 دقيقة 3 ثواني وفاء وتماما. التهنئة نزفها لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، كما نزفها أيضا لمضاربة.